غني زعلان الله يسلمك. واليوم احنا رانا في بين اهلنا في تونس وجيراننا يعني باش نمضيو على اتفاق تم امضائها، اتفاق تعاون بين وهران وبين سوسة. الاتفاق هذا نابع من التقارب الكبير تاع بلادنا وتوافق الرؤى حول المسائل المصيرية بين شعبينا وبين القيادتين السياسية تاع البلاد. وهذا الشيء باش نعزوه لازم نعزوه كذلك من القاعدة، ما يبقاش غير على مستوى القمة، نعزوه عن طريق الجهات، عن طريق المدن، عن طريق الجماعات الإقليمية حتى يتعزز وتكون القاعدة تاعو صلبة. في هذا الإطار إذن سوسة ووهران عندها كثير من المواصفات وكثير من نقاط التشابه بين مدينتين ساحليتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط، مدينتين عندهم نسيج صناعي، صناعات صغيرة ومتوسطة، مدينتين عندهم تنوع وعندهم يعني تنوع في التركيبة البشرية متاعهم، منفتحين، مدينتين ديناميكيتين. إذن الشيء هذا نعتقد احنا في وهران أننا بتعاوننا مع سوسة قمنا بإبرام اتفاقية مع المدينة، لأن يعني عندنا كثير من التوأمات، ولكن المدينة الأقرب لنا من حيث خصوصيات هي سوسة. أنا الحقيقة سعيد جدا مثل ما قال الأخ العزيز السيد والي ولاية وهران أنه تشرفت بوجوده هنا، وهذه اتفاقية توأمة ساعة بين مدينة سوسة ومدينة وهران أو ولاية سوسة ولاية وهران. احنا نتفكر يعني عندي تقريب سنة ونصف جيت ولا انا سوسة، قلت لكم سوسة ما تنجمش تعيش من غير ما يكون عندها تفتح وانفتاح على المحيط نتاعها، المحيط مش بالضرورة في تونس برك، لكن المحيط كما سكون افال لا كوبيراسيون ديسنتراليزي، معناها المركزية والتعاون بين 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 المدن في بحر المتوسط. فكان اختيار وهران لان وهران هي عندها الثقل السياسي الاقتصادي وفيها نقاط تشابه كبيرة مع ولاية سوسة، ونقاط تشابه هذه سنجعل منها باذن الله نقاط قوة ونقاط تكامل. لقائلا أن يقول أن قد تشابه ساعات فيه نوع من التنافس، لا نجم يكون فما تنافس على مستوى الدول الأوروبية وكذا نتحد من بعضنا، لكن كذلك هي تقول لنا فرصة باش نتكاملوا كما قال السيد الوالي، هي المجالات يعني كثيرة ومتنوعة والباب مفتوح باش نعمل مجالات أخرى. لكن اللي يهم بالنسبة لي أنا وأكد عليه السيد الوالي وأكد عليه أنا تو هو الخطوات العملية بعد إمضاء هذه الاتفاقية.